باس طويلة انترسبشن ايزي انترسبشن وكان برضو ايزي قوي. هل هيقدر ديفنس ايجلز يعمل تيرن اوفر دلوقتي؟ بنطلع بره الموقف بعد كاتشنا يا فمراني قطاع رسيب الفضل باس طويلة اللاجم الحكم نستنى نعرف قرار الحكم في اللاجم اللي قلناه اوف هرياب اوف لاجون سناب في الجوبي هل اوفن رام من اوسط قطاع رسيب باس كاس رسيب رقم 6 بتعدي الفيصل بريشر من ديفنس الجاكور اميره من كيف وتخش ناحيه الاوتسايد 4